السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله، وكان في طلب برضو أيضا إنه نصور طريق السيل. طريق السيل هذا اسم لطريق يربط بين مدينة الطائف ومكة، وهو الطريق الآخر الذي يربط مكة بالطائف والعكس. الطريق الأول أو اللي صورناه أول هو طريق الهدى، مكة الهدى الطائف، أو طريق الكر أو كره. الآن طريق السيل، السيل لأنه اسم على مسمى، لأنه السيل كان يسيل فيه. طبعا الميقات على اليمين، احنا هناخذ اليمين ميقات السيل مكة المكرمة. من هنا بداية الطريق، ما شاء الله تبارك الله، بسم الله توكلنا على الله. هذا نموذج لإحدى المحطات البنزين. دقيقة بس، طبعا في هناك ديزل ومازوت وال الأشياء البسيطة المتعلقة بسعادة السيارات. هذا مسجد، سوبر ماركت أو بقالة، يعني تقريبا معظم المحطات اشتراطات أن تكون متوفرة في هذه الأمور. أشكال الصخور بالطريقة دي تعجبني صراحة، ما أدري تعجبكم أنتم. طيطة كده إلحاد، شوف شوف، جميلة جدا سبحان ما يهتدي لنفسي ومن ضل فقل إنما أنا وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون. تصوير الطريق طبعا هذه الجزئية من الطريق، والله ناسي كم كيلو، اللي هي اتجاهين زي ما انتم شايفين، اتجاهين في كل اتجاه مسارين في كل اتجاه. احاول كده اختار لكم ايش الزوايا اللي فيها كده اثارة. طبعا احنا نلاحظ انه الشاحنات يعني تاخذ الجهة اليمنى من الطريق يعني اكثر من المسار، فهذا هو في الحقيقة يعني مساهمة منهم أو تعاون منهم على أساس إتاحة الطريق للسيارات الصغيرة، خاصة أول ما يشوفوا سيارة صغيرة هتلاقيهم كلهم يعني اتجهوا إلى الجهة اليمنى. شوف
الحمد لله يعني الخير ما في موجود دائما في الناس سبحان الله. تقريبا مدينة صغيرة أو قرية طبعا أنا دخلت على أساس أوريكم هذا. طبعا قبل مسجد الميقات طبعا هنا السيل الكبير اللي هو ميقات أهل نجد، هذه المحلات اللي تبيع اللي شو اسمه بلاش ولا لازم فلوس؟ انا بصور. شكرا شكرا حبيبي، رمضان مبارك. دول بيحاولوا يجذبوا المشترين، فانا قلت له خلاص بلاش. قبل التصوير طبعا عديت وقلت لهم بلاش، كلهم مشيوا ترى، فبعدين عرفوا ان انا بمزح وكذا وصرنا يعني اصحاب خلاص. طيب هنا اسمها قرن المنازل، الميقات هذا اسمه قرن المنازل، وهو الآن يسمى السيل الكبير. يبعد عن الطائف تقريبا 40 تقريبا 40 إلى أعتقد 45 كيلو، وإلى مكة 80 كيلو متر. طبعا الميقات اللي صورته قبل كده اللي هو عن طريق الهدى او الكرة، هذاك يسموه وادي محرم، وهنا قرن المنازل. يعني هذه كلها محلات لبيع ايش اسمه ادوات اللي تحتاجها المعتمرين كذا. دحين ان شاء الله حنيجي على ميقات قرن المنازل او السيل الكبير، هذا المسجد اللي تشوفوه هناك ما شاء الله. طبعا هذه على اليمين المباني اللي شفتوها على اليمين ديك كلها ما يعني اوتيلات، ما اماكن سكنيه. وهذه اللي بيع طبعا شوف واضح من كميه المحلات انه هذا المكان بيكون عليه ضغط كبير، لانه الخليج كل الخليج والرياض والقصيم تقريبا كلهم يجوا مع هذا الطريق. وان كان في قصف من القصيم في طريق على المدينه ممكن يحرموا من بيار علي، لكن ايضا هذا من اكبر المواقيت التي عليها ضغط، هو ميقات قرن ذي منازل ميقات السيل. هذا موقف من الحافلات، نشوف نحن في موقفنا. طبعا مساحات كبيرة للمواقف زي ما انتم شايفين سبحان الله. طبعا هذا في الحج يعني يكون كمية ضغط رهيب. يعني الظاهر جيت من الزاوية الأخرى، قبل شوية كنت أقول لكم الإخوة من الخليج، شوف هذاك اللي على اليمين تاكسي من عمان، افتكر التكاسي في عمان كانت كذا، شوفي والله اللوحة عمان كمان، فيجوا على هنا تصديقا مصداقا لكلامي. طيب دورات المياه عزكم الله للنساء. طبعا اعذروني ما حنزل اصور، راح اصور من السيارة واكتفي بذلك. زي ما قلت لكم اكثر الضغط هنا يكون في ايام الحج، يعني الان رمضان الان، ولكن الاغلب بيفضل طريق الهدى. هذا ميقات قرن المنازل. طبعا زي ما صورنا قبل كده في وادي محرم وفي أبيار علي، تواليتات أكرمكم الله، أماكن للوضوء وإلى آخره.
وهذه ما زالت الأماكن اللي تبيع المستلزمات المعتمرين، مقص من كل شيء، من لبس إلى مقص إلى كل صابون كرمكم الله، حذاء، كل ما تتوقعونه يعني. هذه مواقف، كلها مواقف. أنا طبعا خرجت من المنطقة اللي فيها مسجد الميقات في السير الكبير. طبعا بالمناسبة طريق السيل هذا يزيد طولا عن طريق الكرد تقريبا 30 كيلومتر، مكة المكرمة على اليمين. بداية طريق السيل الكبير قصدي، يعني بعد الميقات. هذه عقبة ما شاء الله، يعني تشوف السيارات اللي طالعة، أنا أتذكر يعني مرهقة ما شاء الله للسيارات، والنزول مريح للسيارات. احاول اتذكر هذه الطلعة لها اسم، الطلوع هذا والصعود هذا له اسم ولا لا، لكن لا اتذكر الان. لكن شوفوا جمال الجبال، يعني شوف الواحد اذا حب حاجة يحب يعني يعبر عنها. خيرا ان شاء الله. الان شوفوا تتحول المسار الى 3 مسارات في كل اتجاه، وهنا السرعة كم، درجة الحرارة 38. عزكتكم يعني. طبعا احنا عندنا بالمناسبة يعني عندنا طبعا جهل بأنظمة المرور، بالإضافة إلى يعني بعض الناس الثقافة المتوفرة عندهم شوية جميلة جدا، يعني بحيث انه يظن انه يعني طريق له. كنت انا طبعا بتجاوز الشاحنة، انتقلت من المسار الاول للمسار الثاني وبإشارة، طبعا اللي فيه مسرعين مجموعة سيارات في المسار الثالث اضطروا الشخص اللي ماشي في المسار الرابع اضطروا الشخص اللي ماشي في المسار الثالث امامهم الى الولوج الى المسار الثاني بشكل مفاجئ، فولجنا نحن الاثنين مع بعض. سبحان الله، المهم الحمد لله طريق السيل زي ما انتم بعض المناطق على الجهة اليمنى فيها مزارع، في بعض القطع الأراضية لاحظت أنها يعني مستثمرة في الزراعة. طبعا إحنا ما زلنا في طريق السيل، اتجاه جباري للشاحنات. طبعا هنا مكتوب جدة
3 كيلو المقصود به مخرج جدا. شوفوا الجبال سبحان الله. هنا نشوف هنا مركز صحي الزيمة، وفي هنا مسجد، هذه اعتقد الزيمة، هنا هذه قرية اسمها الزيمة. والله الزيمة هذه أنا أتذكرها، يمكن ما تصدقوا، كانت كمية الزرع اللي فيها تشبه الغابة يعني، سبحان الله. طبعا هنا غير المسلمين وكذا، على أساس إنه غير المسلمين غير مسموح لهم دخول حدود الحرم، فياخذ يروح الطرق اللي هي من مثلا يبغى ينتقل من جنة الطائف لجدة، ففي طريق مخصص لذلك. وزمان تقريبا يعني 30 اكثر 40 سنة او شيء زي كذا، كانت في كثير شركات اجنبية تشتغل في السعودية، خاصة في الطرقات والمواصلات والاتصالات وكذا. ذاك الطريق يسموه طريق الخواجات. شوفوا الجبل اللي قدامنا، احد لونه ابيض واحد لونه بني. الحين نوصل عنده هناك نشوف ايش لونه. هذا اقتربنا من الجبال اللي كانت لونها ابيض.